قد عمل فيا وطنا للفخار وطن دعاء الرسول الله عنك ومن رضي الله عنه اطمأن ادخل الى السجن. هيا يا عبيد، هيا 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 يا عبيد، امشي امامي. هيا، هذه زنزانتك وهذا شريكك في السجن شامس. سجنك الوارث ابن كعب. والله ما كان ذلك الا بما كسبت يدي. وتدافع عمن جعل رزق أبنائك خلف أسوار السجن في وادي لا تسمع فيه إلا عواء الذئب وصداه. أما والله ما رأيت منه سوى العدل والورع، ولكن وسوسة الشيطان عصيت، فمكن الله الوارث مني وحكم علي بما أستحق فقط، لا أقل ولا أكثر. لا تكابر، إنما هو إمام ظالم. لقد كان هذا الرضي مسددا من قبل أن يكون إماما لعمان، وما كانت له الإمامة إلا لهذا. وما ذاك؟ مما امتلأت به الأخبار والأسماع أن الإمام الوارث سمع في منامه هاتفا عجيب أمره. أيها الوارث، كفاك نوما وسر إلى نزوى وأقم بها الحق، فإن الله سيظهر الحق على يديك. قم أيها الوارث. ما كان لي علم بكل ما حدث للوارث ابن كعب، وحديثك غريب وعجيب، هل زدت مما عرفت؟ ما زالت الإشارات تتوارد عليه واحدة تلو الأخرى، إشارة له بأنه الأصلح لعمان. هل أتاك نبأ الخباز والوارث؟ الخباز والوارث؟ لم أسمع بهما. إذن لم تسمع الكثير. كان هذا الخبر في سوق نزوى. حدث أن دخل الوارث سوق نزوى قبل إمامته، فرأى جبروت الشرطة حينها. أعطنا الخبز بلا ثمن. ورأى أحدهم يقهر خبازا ويغصب ماله. ثار الوارث وتدخل لردع الشرطي. أيها الشرطي الظالم، اترك الخباز المسكين. إلى أن كابر الشرطي وأجهز عليه. لذلك شغفت به ومن على شكيلتك. هو كما قلت يا صاحب السجن. بعد كل هذه الأحداث حدث الوارث نفسه بالإقدام، فكانت تتردد في خاطره: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وهكذا كان ظن الناس به، فما عرف أهل عمان رجلا شهما صلب الإيمان كالوارث بن كعب. كان من أهل الحل والعقد الشيخ موسى بن أبي جهر، ولطعن سنه حمله الناس على سرير ليشهد البيعة ويعقدها. أبايعك يا وارث بن كعب على ما بويع عليه أئمة العدل والشرى في سبيل الله وإظهار الحق. حديثك عجيب وغريب. تبا، البرق والرعد والريح، يوم مرعب هذا. عاصفة تقترب منا ونحن في وسط هذا الوادي اللعين. إنها سحب سوداء مخيفة. هذا ما كسبته أيدينا،
فرمينا بأنفسنا في هذا السجن، لكني لا أشك في عدل الوارث. إننا في عمان لم نشهد مثل هذه العاصفة الشديدة من قبل، ريح وأمطار شديدة، فلتأمر الجميع أن يلوذوا في مكان آمن يحتمون به من شدة المطر. لقد تذكرت المساجين في وسط وادي كلبوه، علينا إخراجهم، فلا شك بأن الوادي قادم بكل قوته. أيغرق هؤلاء المساجين وأنا حي أرزق؟ وماذا تفعل بهم يا إمام المسلمين؟ وادي كلبوه جارف، ماذا أفعل بهم؟ سأريك، ومن أراد أن يلحقني فليلحقني. أيها المساجين، سأخوض في الوادي، إني قادم لإنقاذكم. إنه يخوض في الماء. هيا أيها المساجين، هيا تعالوا إلى جانبي. المساجين نزل وادي كلبوه، وما أدراك ما وادي كلبوه، جرف كل ما مر أمامه، والإمام وجنده استماتوا في محاولاتهم لإنقاذ الغرق المساجين، ولكن وادي كلبوه دخل إلى السجن والتهمهم واحدا واحدا، ونجى القليل ممن استطاع الإمام إنقاذه. وبهذا يرحل الإمام الرضي إلى لقاء ربه، وقد غرق مع المساجين مبريا ذمته في أداء الأمانة. رحل الإمام وقد ضحى بحياته ليعطي التاريخ درساً لا ينسى.